من مدينة بيت لحم عاصمة الميلاد ومهد رسالة السلام والعدل والمحبة للعالم. أتقدم باسمي وباسم زملائي أعضاء المجلس البلدي وأهالي ومواطني مدينة بيت لحم بالتهاني الحارة بمناسبة حلول الأعياد الميلادية المجيدة ورأس السنة الجديدة، متمنيا أن يحل هذا العيد في السنوات القادمة وقد انتشرت رسالة السلام في العالم وتحقق العدل والسلام والمساواة والاحترام بين شعوب الأرض، متمنيا للجميع أعيادا ميلادية مجيدة وكل عام وأنتم بخير.